بسم الله. دلوقتي هناخد التحويل من نظام الاوكتال لنظام الديسيمال، يعني عايز اتحرك من الاوكتال لنظام الديسيمال. لازم الاول نعرف ايه هو نظام الاوكتال. نظام الديسيمال ده هو النظام العشري اللي هو مكون من 10 ارقام من 0 ل 9. نظام الاوكتال هو النظام الثماني. نظام الاوكتال هو نظام ثماني، اي مكون من 8 ارقام 0 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8، دول 8 ارقام، تمام؟ فعشان كده سمي نظام الثماني. طيب انا لو عندي رقم، تمام، اوكتال، اي رقم عايز احوله لديسيمال، فلو جاني رقم مثلا، طبعا الاوكتال هتلاقي فيه بقى مش 0 1 والكلام ده، هتلاقي فيه كل حاجه من 0 لغايه 7. فلو جالك رقم مثلا 2 7 بس ده اوكتال، عايز احوله لديسيمال اللي هو من اساس 10، هعمل ايه؟ هاخد، انا كنت في الباينري بقوم جايب الرقم اللي هو كان مثلا ايا كان، كان 0 1 1 1 0، ابتدي ايه اضرب الرقم، تمام، في 2 اس 0 و2 اس 1 و2 اس 2 واجمع. هو نفس الفكره بالظبط، مش هعمل اي حاجه، بس هضرب بدل ما الاساس كان 2 اس هنا هيبقى 8. هقوم هنا ضارب في 8 اس 0 وضارب ده في 8 اس 1 واجمع. 8 اس 0 اي حاجه اس 0 ب1 يبقى ده 7، زائد 8 اس 1 ب8 لو انا 8 في 2، ده هينتج الرقم هنا كام؟ 16 زائد 7 ينتج 23. طيب لو جيت خدت رقم زي رقم 30، ده رقم ثماني اوكتال عايز احوله لرقم ديسيمال، اعمل ايه؟ زي ما قلنا برضو هضرب في 8 اس 0 هنا في 8 اس 1 وابتدي اجمع. 0 في 8 اس 0 زائد 3 في 8 اس 1، اي حاجه في 0 بصفر، تمام، يبقى 0 زائد 3 في 8 اس 1، يعني 3 في 8 بكام؟ ب 24. يبقى ايه؟ 24 زائد 0 ده بتساوي كام؟ 24، بس ده كام؟ ديسيمال. ديسيمال ناخد بالنا من ايه؟ من ديسيمال. طيب لو في بقى رقم كبير شويه، مثلا 4307 اوكتال عايز احوله لقيمه بس بالايه؟ بالديسيمال. زي ما اتفقنا هضرب ده 8 اس 0، اضرب ده في 8 اس 1، اضرب ده في 8 اس 2، اضرب ده في 8 اس 3 واجمع. هنا المعادله دي هقول هنا ده 7 في 8 اس 0 زائد 0 في 8 اس 1 زائد 3 في 8 اس 2 زائد 4 في 8 اس 3 واجمع. 7 اي حاجه 8 اس 0 ب1 يعني ده ب7، زائد اخد الرقم اللي بعديه 0 في اي حاجه ب0 زائد 3 في 8 اس 2، تمام، بيطلع بكام؟ ب192 زائد 3 في 8 قصدي 4 في 8 اس 3 بكام؟ ب2048. اجمع ده كله يطلع رقم 2247 بس ده ديسيمال 20. وبكده تكون التحويل من اوكتال لديسيمال انتهى. طب ازاي بقى انا ارجعه؟ يعني احول الرقم الديسيمال ارجعه تاني لاوكتال. انت هناك كنت تعمل ايه؟ بتضرب في 8 اس 0، هتقسم هنا المره دي على 8 زيها زي الباينري بالظبط. فلو ناخد مثلا اكبر رقم لو اشتغلناه احنا هو 2 2 4 7 اللي هو المثال اللي قبل كده، تمام، وقلنا هنعمل الخانه دي كده زي ما اتفقنا، ده خانه الرقم وده خانه الباقي ودي خانه الاساس. اساس 8، تبتدي تقسم كل الرقم ده على قيمه كام؟ قيمه ال 8. طلع بقيمه هنا مطوف الاله هنا
قسمنا القيمة اللي هي 2247 قسمتها على قيمة التمانية، طلعت بقيمة 280.875. تمام، ابتدي احط الرقم الصحيح هنا 280، اتبقى رقم اللي هو كام؟ 0.875. تمام، ده رقم عشري. اضرب الرقم الباقي ده كله في الاساس اللي هو التمانية، هيطلع لي الرقم كام؟ 7. ابتدي احط الباقي هنا اللي هو 7، اخد الرقم 280 اقسمه تاني على التمانية، يطلع كام؟ 35. احط الصحيح 35. هل في باقي؟ لا مفيش كسور، يبقى 0. هقسم 35 على التمانية، يطلع ب4. تمام، في كسور، الكسر كام؟ 3 7 5. اقوم ضربه في كام؟ في التمانية، هما 3 7 5 واضربه في كام؟ في قيمة التمانية، يطلع بكام؟ 3. ب3. يطلع بقيمة التلاتة. طيب الاربعة اقسمها على التمانية ينفع؟ ده طبعا اربعة التمانية هيطلع كله كسر، فيبقى اكيد هنا هيبقى الباقي زيرو، قصدي هيبقى الرقم هنا زيرو، والباقي رقم اربعة التمانية هتبقى تقريبا بنص، هعوض عنها هنا ايه؟ باربعة، اللي هو الرقم ده كأني ما استخدمتوش، شلت الرقم لانه ما ينفعش، هيطلع رقم كسر، وحطيت ان القيمة بصفر، وخدت الرقم ده حطيته في الباقي. لما اجي اكتب الرقم ده زي ما اتفقنا من فوق لتحت من اليمين للشمال، يبقى الرقم 7034 اوكتل، هو ده نفس الرقم اللي احنا لسه مطلعينه من شويه. وكده يبقى انتهى التحويل من الاوكتل لديسيمال ومن الديسيمال للاوكتل.